السلام عليكم، وياكم اليوم مايك بشراكم في ماتم حجة حسن العالي عرس سيد احمد، واليوم نشوف ايش وضع المايك. حياكم ويانا، قول الف مبروك. مو اس كريم هذا، لا سلام احمد اليوم سلام، وانت وكل عرس وراي وراي. عطها لا لا عط ابراهيم، هذا المدير عطه عطه لا يا ابو روح لا وين انت ما صورت انت يا اخي. السلام عليكم مبارك لكم. ها صورته اصبعنا احنا سهلوها. الله يطرح البركه بس ما فيها جاز بس الله سيده بنده ما عنده حشلة. الله يطرح البركه بس. عليكم سلامة. دونا قاعد بلعبها انا امك انت. انا لا افهم. لا لا العقيلة لا لا بمشي داخل مش داخل مش داخل. لا لا داخل الناس واجد. ما عليه داخل بنرجع. لا لا. مكتوب السلام عليكم. من الكاميرا. من ككو بعد كاميرا. مني طالع. وش اكبر اخوك؟ بارك. انا مال ازياد ترى بس انا اخوك. ما عليه مبروك. لا. يلا مع السلامة. تعال 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 ما اعرفه جاي بس اكل وامشي. لا من المال ومن العيال. فند الكاميرا جوز عني سويت لي يا زعم سو هذا حركه ما زعم صور صدق ان شاء الله نبارك اهلا وسهلا. واش القي كلمه انت اللي تصيدهم في الانستغرام صدقه. الله نفس ما تفتون الوضع عندنا في العرس. الزيد الاوانم الموجودين ما يعرفون اسم المعرس، منروح نسال الاوانم ونشوف ايش يعرفون لولا. بزواج ابن السيد هادي سيد محمد والد سماحة السيد محمد هذا الغرايفي. ما اعرف. لا 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 وايش اسمه؟ لا لا تفش لا تصور. وايش اسمه المعرس؟ ما جبت سيد احمد نسيته. سيد احمد اسمه. الله بارك له. المعرس السيد. سيد وين؟ نسيت اسمه. سيد ما عملوا معه. انا اعرفه.